أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي اليوم، الموسم السادس على قناة الصحة والجمال. النهاردة حلقة مهمة جدا، هنتكلم فيها في مواضيع كتير هتهم كل بيت مصري. في البداية خلينا أتكلم معاكم على الارتفاع الموسمي لفواتير الكهرباء. موسم الصيف داخل علينا، هيحصل زيادة في الفاتورة، تكييفات هتبتدي تشتغل، وده شيء طبيعي جدا ونمطي بسبب زيادة الأحمال على المجتمع المصري في مجال الكهرباء. هتكلم معاكم النهاردة على حل بديل، حل مميز، استخدام الطاقة النظيفة. ازاي نقدر نستخدم الطاقة الشمسية عشان نوصل بيها ان احنا بعد مدة مش قليلة نقدر ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء ببلاش مع تكاليف بسيطة في البداية. ضيفي الكريم النهاردة هيكون معايا الأستاذ أسامة علي، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب لتركيب وأجهزة وألواح الطاقة الشمسية. أهلا بيك أستاذ أهم، وأهلا بالسادة المشاهدين. اتمنى الحلقات النهارده تكون مفيده ليك وكل المشاهدين اللي بيتفرجوا عليها النهارده. استاذ اسامه، البرنامج سعيد جدا باللقاء مع حضرتك كضيف لينا في حلقه النهارده. خليني في البدايه اتكلم معاك فكره الطاقه الشمسيه، عايزين نوصل للمشاهد ازاي يقدر يستخدمها كطاقه بديله وفي نفس الوقت توفر عليه كتير. الطاقه الشمسيه عموما هي طاقه قويه جدا، يعني مقارنه بطاقه السولار او الطاقه اللي هي الكهرباء اللي الحكومه بتنتجها. بالنسبه لزياده الكهرباء يعني بيتجه كتير من الناس ان هم يوفروا الطاقه. تمام. فالطاقه الشمسيه من الحاجات المهمه جدا والبديله، يعني اللي بتخليك تدفع حاجه صغيره لمده مثلا 5 سنين وبتديك فايض لمده 25 سنه. يعني حضرتك معنى صح، التكاليف اللي بتدفعها على مدار 5 سنين انت بتجري ثمارها على مدار 25 سنه. 25 سنة مش هدفع أي مصاريف غير مصاريف الصيانة؟ خالص، لو حضرتك المحطة على قد استهلاكك مش هتدفع أي حاجة تانية غير مصاريف صيانة خفيفة. طيب، خليني قبل ما ابتدي معاك وأعرف بداية شركة الرحاب كانت إزاي، هوصلك إيماجينيشن أو تخيل بيكون عند كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. لما أجي أعمل مكان عايز إن أنا أولد مثلا طاقة تكفي المنزل عندي كله كمجهود كهرباء كامل في الاستهلاك في الطاقة الشمسية، هو أنا هدفع فلوس كتير قوي، وهيبقى عندي مشكلة في المساحة، وهيبقى عندي مشكلة في الصوت. خلينا بقى نوضح الصورة للمشاهد ببساطة، هل الطاقة الشمسية بتستخدم الكم الهائل ده من الكوست ولا الموضوع بيكون ازاي؟ هي بحسبة بسيطة، لو هنحسبها مثلا على تكلفة بيت او منشأة بتستهلك في الشهر 2500 جنيه. تمام. دي كفيها تقريبا محطة 10 كيلو وات. ال 10 كيلو وات دي تنتج لك 60 كيلو وات في اليوم، تنتج لك في الشهر 1800 كيلو وات. تمام. طيب 1800 كيلو دول يعني يغطي تكلفه 2500 او يغطي فاتوره 2500 جنيه. طيب خليني طيب برضه اقول لك على حاجه، يعني بعيد عن الارقام فهمها لي بشكل مبسط. 1300 كيلو قد ايه استخدام؟ 1800 قد ايه استخدام؟ ما انا بقول لحضرتك، حضرتك دلوقتي لو عندك بيت فيه تكييفات وفيه مراوح وفيه ثلاجات ده يشيل كله؟ كل حاجه. البيت ده على فكره منظومه صغيره جدا، بس خلينا اكمل لك الاول الحسبه الصغيره دي. تمام. دلوقتي حضرتك بتستهلك 2500 جنيه. ماشي. 2500 جنيه في السنه هيبقى كده 30000 جنيه. 30000 جنيه على مدار 25 سنه دول تكلفتهم 750000 جنيه. تمام. مقارنه بتكلفه المحطه اللي هي لون جديد اللي هي ال 10 كيلو وات تقريبا بتكلف في حدود 150000. واصبح انت دفعت 150000 مقابل ان انت اخذت 750000. اصبح التوفير عندك 600000 جنيه. ده على مدار 25 سنه. تمام. فهي كمبدا الطاقه عموما مبدا هو موفر مع المدى البعيد مش المدى القريب. اللونج ران. بالظبط كده. طيب خليني برضو افهم منك بدايه الموضوع جات لك ازاي؟ ازاي قدرت تبتدي تاخد القرار انك عايز تعمل شركه الرحاب وتبتدي يبقى في استثمار عندك في النوع ده من الاستبدال؟ مبدئيا انا اسامه علي احمد سليمان، بكالوريوس علوم وتربيه قسم الرياضيات. معايا فريق مكون من 5 افراد. تمام. اجتمعنا واتفقنا في ان احنا ندرس مجال الطاقه الشمسيه، وبالفعل درسنا ودربنا وبدانا اول مشروع لينا كان مكتب على طريق الصحراوي مصر اسكندريه. ولله الحمد هناك قدرنا نعمل يعني مجموعه من المشاريع، وكنا من اهم المنفذين لمشاريع الطاقه الشمسيه في المكان ده. وبعدها ربنا كرمنا وعملنا شركه الرحاب جروب للطاقه الشمسيه، ودي مقرات طريق الزراعي طنطا اسكندريه. تمام.
دي شركة كبيرة ما شاء الله، فيها كل ما يخص أو كل ما يجمع مشاريع الطاقة الشمسية دي موجودة عندنا. وبعدها أخذنا شهادة تأهيل اللي هي من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، دي اللي بتخليك تعمل محطات مرتبطة بالشبكة يعني لحد 500 كيلو وات، ومعتمدة اعتماد كلي من الهيئة. يعني أي منتج هيركب ده ليه معايير وكفاءة معينة. طيب خليني برضو أسألك سؤال طرأ لذهني وكتير من الناس بيسألوه، مناخ مصر طبعا بما أنها دولة أفريقية المناخ بتاعها مناسب جدا جدا لاستغلال الطاقة الشمسية، ليه موضوع الطاقة الشمسية مش منتشر في مصر؟ يعني لما نيجي نتكلم فيه هنلاقي السولار انرجي بتستخدم في شكل كبير جدا في المناطق الصحراوية في استخدام للمزارع، طب ليه دلوقتي ما قدرتش أشوف دلوقتي إن كل بيت فوقيه فيه لوح طاقة شمسية؟ ده اللي كنت أبدأ بيه معاك مع حضرتك. فعلا الطاقة الشمسية منتشرة بصورة واسعة جدا في المناطق الصحراوية والمناطق اللي هي بعيدة عن الكهرباء، وحتى في المباني اللي هي المخالفة تقريبا يعني بيركبوا المنظومة دي. بس بالنسبة للمنظومة يعني منظومة الكهرباء كمنظومة هي منظومة قوية بالفعل، وبتدي يعني بتدي للعميل يعني ان هو يستهلك كل اللي هو عايزه بفواتير حتى لو كانت عالية دلوقتي، بس ما بدفعهاش كمبلغ كبير مرة واحدة. يعني معنى صح انت محتاج انك توفر زي ما قلت لحضرتك خمس سنين فواتير بتدفعهم مرة واحدة، بعد كده تاخد 25 سنة مقابل ان انت تاخد 25 سنة. تمام. طبعا العميل ما معهوش التسهيل ده، فالحكومة يعني بصراحة عاملة مجهود جامد في الموضوع دوت، وبتدي قروض او مدية اوامر للبنوك انها تدي قروض، بتدي دعم صريح كمان. دعم صريح وموجه يعني بصورة كويسة جدا من الحكومة للبنوك للاستفادة يعني نستفيد منها المستثمرين. يعني حضرتك دلوقتي اذا كان اي بيت او اي مستثمر او اي مزرعة ممكن يروح على اي بنك ويقدم على مشروع طاقة شمسية بالظبط كده، وكمان الفايدة بتاعته بسيطة. تمام. ويقدر يبتدي بيها البيزنس ده، يبتدي بيها ويعمل مشروع ايا كان قدرته. طيب خليني بقى استغل وجودك ونوجه لكل الساده المشاهدين ان في قطاع كبير من المستثمرين بيبقى عايز يبتدي الاستثمار في الطاقه الشمسيه بس مش عارف البدايه ازاي. نقدر نقول محتاجين سيوله قد ايه؟ مكونات النجاح اللي نقدر نقدمها لهم ايه؟ ده بالنسبه لحضرتك اللي عايز يشتغل للشباب ولا اللي عايز يبتدي اللي عايز المجال ده؟ هو الشباب عشان يبتدي اولا لازم يدرس وبعديها يتدرب، وراس المال ممكن يدور عليه بسهوله. يعني هو لو عايز يشتغل طالما هو كفء ان هو يدخل في المنظومه ديت وينتج فيها، تمام، او بمعنى صح يلتزم بالمعايير اللي هي محطها الدوله على الكفاءه والمنتجات اللي هي اللي بتدي اداء كويس، ده في الحاله ديت ممكن يقدم على قرض او يشوف حد يموله بالسهوله الكافيه ويفتح المشروع بتاعه. طيب خليني بقى انتقل معاك لنقطه مهمه جدا استاذ اسامه، تعال نتكلم عن الصرح العظيم اللي اتعمل تحت مسمى الرحاب جروب. اللي انا فهمته ان العميل بيعدي على كذا بروسيس او كذا محطه عشان نقدر في الاخر نوصل معاه للمنتج النهائي للطاقه الشمسيه. عايزك تشرح لي بشكل مبسط مراحل تصنيع الطاقه الشمسيه لغايه ما بتوصل لبيت العميل بتكون ازاي. الطاقه الشمسيه عموما عباره عن منتجات. حلو. منتجات عباره عن الواح شمسيه. في انفرتر اللي هو اللي بيحول الطاقه الشمسيه الى طاقه كهربائيه مستخدمه. في النظام اللي هو متصل بالشبكه وفي منفصل عن الشبكه. تمام. المتصل بالشبكه ده يعني ما بيحتاجش مع غير انفرتر وخلايا. وبيتربط بالشبكه على طول. بالنسبه للمنفصل ده بيبقى فيه منظومه ثانيه اللي هي البطاريات. دي بتستخدمها عشان تخزن فيها الطاقه وتستخدمها في الليل. تمام. فاصبح ان انت دلوقتي المنظومتين دولت لو ما عندكش كهرباء عمومي بتقدر تحط المنظومه اللي هي الاوف جريد المنفصل عن الشبكه. عندك كهرباء عمومي وايا كانت قدره الاجهزه اللي عندك ممكن تشغل على المنظومه اللي هي الاون جريد. تمام. دي بتبقى عباره عن خلايا وانفرتر متصل بالشبكه. بيبقى حضرتك بتنتج في النهار وليكن مثلا يعني كميه مضاعفه عن استهلاك النهار بتاعك. تمام. عندك اصبح عندك دلوقتي كميه من الطاقه مخزنه او بتبعتها للشبكه بتتخزن وترجع تستهلكها تاني في الليل. طبعا لو حضرتك استهلكت زياده بتدفع قيمه الفاتوره الزياده او قيمه الكيلوات الزياده اللي بتستهلكها. بتنزل على الكهرباء. طيب لو فاض من انتاجك او انتاج المحطه بتاعتك ده الحكومه بتحاسبك عليه فلوس. بيرجع لك مكانه فلوس. بالظبط كده. طيب استخدامات الطاقه الشمسيه كتير من الناس فاكره ان انا محتاج مساحه، محتاج رجوم كبير عشان اقدر ان انا اعمل لنفسي مكان طاقه شمسيه. خليني اعرف منك السيتويشن او المواقف اللي على اساسها المنزل يقدر يعمل خليه طاقه شمسيه، المساحه اللي انا هحتاجها قد ايه؟ واقدر اوفرها ازاي؟
هو لو منزل بسيط، ما فيهوش تكييفات، ده تقريبا ممكن تحتاج مساحة غرفة. مساحة غرفة؟ غرفة. طيب لو حضرتك مثلا عندك تكييفات وعندك يعني أجهزة كتيرة في البيت، ده في الحالة ديت لا يتعدى الغرفتين. يعني المساحة مش كبيرة ولا حاجة. مساحة قد إيه يعني؟ يعني مساحة غرفة بس؟ ممكن تقريبا من 20 متر 30 متر. تمام. يكفي إن هو ينتج طاقة لمنزل. لمنزل. انما طبعا لو بتكلم في عماره دي هيبقى عايزه 200 متر 300 متر، حاجه كبيره شويه. طيب حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه ان بيكون عندنا امكانيه ان احنا نعمل الواح شمسيه تنتج طاقه تكفي المنزل بشكل كامل كمجهود كامل. في ناس كتير فاكره ان انا الطاقه الشمسيه ممكن اعتمد عليها في الاناره بس، او هعتمد عليها هشغل تكييف واحد بس. خليني اعرف منك ازاي اقدر اوصل لخليه شمسيه او طاقه ان انا انتج طاقه شمسيه تكفي البيت كامل وفي نفس الوقت يكون عندي فائض. هل الموضوع ده بيحتاج مواصفات خاصة ولا ده الطبيعي؟ هو حضرتك بالنسبة أصلا لمنظومة البيت هي منظومة صغيرة جدا جدا بالنسبة للطاقة، يعني بسيطة ومش محتاجة حتى الخوف اللي حضرتك بتكلم فيه ده. لو حضرتك هتتكلم في محطة مثلا كبيرة زي الدولة عملتها اللي هي محطة بنبان، تمام، المحطة دي اتعملت على 37 كيلو متر مربع، انتاجها حوالي 2000 ميجا وات. انتاج المحطه دي محطه شمسيه 100%، تمام، انتاجها 2000 ميجا وات، دي تقريبا تعادل انتاج السد العالي. المحطه دي تعادل انتاج السد العالي. فحضرتك بتتكلم دلوقتي في محطه طاقه شمسيه عملها الدوله بتغذي مدن، فما بالك ببيت، فما بالك من منزل. الموضوع بسيط جدا، بسيط جدا جدا. طيب خليني افهم منك دلوقتي، انا لو جاي لك عميل وعايز ان انا ابتدي انشئ نظام للطاقه الشمسيه عندي في البيت، هل بيكون في اختلاف ما بين الماتيريال ولا بيكون السعر محدد؟ في انا اللي عرفته ان موجود عندك في الشركه في فرايتي، في تنوع في المنتجات، ازاي اقدر اختار حاجه كويسه تعيش معايا وقت كويس وبسعر قليل؟ الحاجه دي بالذات يعني بيحددها العميل، لان في فعلا منتجات كتيره وكل منتج ليه سعره وكلها بتعتمد على الجوده. يعني انت تمام، الحاجه اللي بتركب في المنظومه اللي هي لون جديد دي كلها لها معايير معينه الدوله حطاها، تمام، بس كل اسم وكل براند ليه سعره. طبعا اللي بيحدد السعر ده العميل. ومميزات البراند بيكون ايه اللي تخليني ادفع الفرق؟ هي الفروق مش كبيره قوي يعني، بس في ناس ما بتبقاش معاها انها تكلف على الحاجه الغاليه، وفي ناس معاها بتعادي بتحط في المبلغ بتاعها في اي حاجه، في اي حاجه كويسه. طيب انا هنعرض المنتجات لشركه الرحاب، عايز حضرتك تفهمني بشكل تفصيلي ومبسط لكل مشاهد عشان يقدر يطلع من عندنا يبقى فاهم انا هحتاج ايه عشان اقدر اخلي بيتي يمشي بنظام الطاقه الشمسيه. طيب ممكن حضرتك تقول لي سمري او ملخص عن المنتجات المتاحه عندك انواعها كبلد منشا؟ كبلد هو كل المنتجات اللي في مصر حاليا بلا استثناء صيني. كل المنتجات بتاع الطاقه الشمسيه صيني ما عدا العواكس او الانفرتر، دي اللي فيها ايطالي وفيها حاجه تانية اللي هي الياباني وفي الصيني، تمام، انما الالواح الشمسيه كلها صيني بس براندات قويه ودرجه اولى وكلها لها شهاده اعتماد معتمده وبتصلح انها تشتغل في محطات لون جديد بكفاءه عاليه جدا. طب بيكون عليها نسبه ضمان قد ايه؟ 25 سنه. 25 سنه؟ 25 يعني انا 25 سنة حصل عندي عشر مشكله بقى 10 سنين ضمان مصنع و25 سنه ضمان كفاءه 80%. تمام. طيب خليني برضو اتكلم دلوقتي معاك في حاجه مهمه، احنا بنتفرج على منتجات شركه الرحاب والمشاريع اللي قامت بيها قبل كده. تمام. عايز اعرف منك قصه كل مشروع من دول كانت ازاي؟ يعني مثلا الصوره اللي معانا دي، دي عباره عن كشافات شمسيه. الكشافات دي بتبقى اناره ليليه فقط، يعني بيجي عليها النهار تطفى لوحدها وتشتغل هي مع بيت الليل. وبالليل تشتغل بالظبط كده. فيها عباره عن لوح وبطاريه وبتشتغل مع حاله، يعني الشمس تطلع هي تشحن وتطفى، تمام، الشمس تغيب هي تستخدم تشتغل وتستخدم الطاقه اللي هي مخزنه في البطاريه دي. دي بيبقى معها ضمان سنتين، حاجات اللي زي دي كده. طيب دي طبعا منها في تطبيقات كتيره زي اعمده الاناره، في اللي هي اللهم صل على النبي، في اعمده الاناره، اعمده الاناره ديت عندك قدرات من اول 3 واط لحد 300 واط. طب خليني اسالك يا استاذ اسامه، لما باجي اكون انا مثلا عندي مشروع استثماري وحابب ان انا يكون المنظومه عندي كلها على اساس الطاقه الشمسيه، ازاي بقدر اطبقها معاك انك تعمل لي برايس ليست للموضوع ده؟ حضرتك طيب الاول بتحدد نوع المشروع. نوع مشروع في مثلا بالنسبه للمزارع، المزارع ده بيبقى عباره عن منظومه نهاريه فقط، تمام، دي بتستخدم فيها يعني الطاقه بانها تروي ارضك، دي منظومه نهاريه، تمام، الواح وانفرتر وغطس،
دي كل يعني لكل عميل بيكون له الظروف الخاصه بتاعته اللي على اساسها بتحدد له الميزانيه. دي منظومه المزارع، منظومه المصانع تختلف، منظومه الشركات تختلف، منظومه الاناره بتاعه البيت تختلف. تمام. في النهايه كل منظومه بتتحسب على وضعها. استاذ اسامه انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك، الكلام في الطاقه الشمسيه كبير جدا واكيد ده مش هيكون اخر لقاء ما بيننا. احترم. اعزائي المشاهدين انتظروني الفقره الجايه، فقره هتهم كل ست مصريه، مهمه جدا، انتظرونا.